مشكلة مريم إن لغاية دلوقتي ما عملت لها شهادة من 18 سنة، لأن أبوها جوزني عرفي وقطع الورقة يعني بعد كده ما شفتوش تاني للأسف. اضطريت إن أنا اللي أربيها. بعد كده ظهرت من سنتين، ظهر عليها التعب إن هي عندها 5 أورام سرطانية، ظهر عليها تليف في الكبد، تليف في الغدد الليمفاوية كمان. رحت بيها الدمرداش، جات لها جلطة في الدمرداش، واحنا اثناء العلاج جات لها جلطة وهي ما زالت بتتعالج، يعني هي ما زالت تعبانة. رحت بقى معهد الاورام، اضطريت اكتبها باسم اختها اللي اكبر منها، فكتبناها باسم مريم سيد علي الدمرداش، سيد علي، ودخلنا بيها الدمرداش. واخد بالك؟ بس كان في صعوبة بقى. صعوبة ليه؟ لان كان المفروض انها تتعالج على حساب الدولة، ده ما حصلش عشان شهادة الميلاد. اضطرينا نخرج من المستشفى وهي ما كملتش العلاج. لغاية دلوقتي مريم تعبانة، لغاية دلوقتي مريم تعبانة. هي فجأة تعبت، فجأة خدتها ورحت معهد الأورام، نروح ونيجي ونروح ونيجي ونروح ونيجي، مفيش أي استجابة. محتاجة عملية، ومش عملية واحدة، محتاجة أكتر من 5 عمليات. كمان الجلطة اللي جات لها ديت مش هنعمل اي حاجة دلوقتي غير لما الجلطة يعني تستقر. الجلطة تستقر بالحقن اللي بناخدها، اللي هي 60 جنيه صبح 60 جنيه بالليل. انا مش قادرة اجيبها حقيقي، والله العظيم انا ما قادرة اجيبها.